نعود للمسابقة ومع الجولة الثالثة لهذه الحلقة. طبعا نطلب من الطالب محمد صالح سحباني، طبعا هو من ثانوية البدائع بمحافظة البدائع، وهو أحد الطلاب الموهوبين المتأهلين للتصفيات النهائية على مستوى المملكة في مسابقة إبداع مساري البحث العلمي. محمد تفضل. تفضل يا محمد. طبعا محمد يقول لي انه مخترع طياره، صح ولا لا؟ حياك الله يا محمد. تكلم عن مشروعك، عن اختراعك. السلام عليكم وبركاته. كلمنا عن مشروعك. والله مشروعي يا طويل العمر انه مخترع طياره بدون وقود. ما شاء الله تبارك الله. اعطوا تحيه يا جماعه. ما ودك تعطينا تفاصيل اكثر؟ احب تصير شيء غامض كذا. طيب ما يهمك، اسحب لي الاسم الخامس في الجولة الثالثة لحلقتنا هذا اليوم. طبعا انت اللي راح تقول الاسم. محمد الأكلبي. اذا الشاعر محمد الأكلبي هو الشاعر الخامس. تسحب لي اسم ثاني اذا تكرمت. الشاعر السادس في الجولة الثالثة لحلقتنا اليوم هو الشاعر مشعل العير. الشاعر مشعل العير، شكرا لك، يعطيك العافية. إن شاء الله إن شاء الله نشوف اختراعك على أرض الواقع بإذن الله. إن شاء الله، الله يوفقك. على بركة الله، 10 دقائق إن شاء الله وبالتوفيق للجميع. مسيتم بالخير. سلام تسليم الدين وسلم. ما شغال صوت كويس. سلام تسليم الدين وسلم وحقوق ومواجب. سلام تسليم دين وسلم وحقوق ومواجب. والدين والحق والمعجوب سلم الاستقامة. Oh,
خلوها. يا مرحبا يا هلا والضيف نعطيها الترحيب، يا الشاعر اللي مع الاصحاب معجبني كلامه، خلوها. الوقفه اللي تشرفني مع اهل العز والطيب، من دونها يا محمد ما دخل قلبي رخمه،
الوقت. يعطيكم العافية. طارق الثاني عندك يا مشعل، 10 دقائق والتوفيق إن شاء الله. يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا. سلام الله وانا في خير ما دام الملك بخير. سلام الله وانا في خير ما دام الملك بخير. وحنا كلنا نحمل ملك، وحنا كلنا نفدى الملك ونخدم الدولة. وحنا كلنا سلام الملك ونخدم الدولة. سلام الله وانا بخير دام الملك بخير. وحنا كلنا نفدى الملك ونخدم الدولة. سلام الله وانا بخير دام خلوها. صناديق الذهب ستة ومن ستة ما باقي غير نصيب الليل. يا طب المعارك بنات فعوله. هلوها. ترى صاحب
ما يعتاض في سيف الذهب قصدير، ولا ضاعت على الدنيا مكاسبه ومحصوله، ولا ضاعت على الدنيا مكاسبه ومحصوله، ترى صاحب ما يعتاد في سيف الذهب قصده، ولا ضاعت على الدنيا مكاسبه ومحصوله، ترى صاحب ما يعتاد في سيف الذهب قصده، ولا ضاعت على الدنيا مكاسبه ومحصوله، ترى صاحب ما يعتاد في سيف الذهب قصده، ولا ضاعت على الدنيا مكاسبه ومحصوله، ترى صاحب ما يعتاد في سيف الذهب قصده، ولا ضاعت على الدنيا مكاسبه ومحصوله، ترى صاحب ما يعتاد في سيف الذهب قصده. تراك صحيبنا غالي ولك حشمة ولك تقدير، لكنك لا تنزل فالديار والدار منزولة، لكنك لا تنزل فالديار والدار منزولة، تراك صحيبنا غالي ولك حشمة ولك تقدير، خلوها. يا با يقطع مسافه شاعر ما خانيها التعبير، ما هاي لحيتي يا مال العافيه نعطيها مرسوله، شعر فتلو نقض خلى اللي يصير يصير، ليا منا تقضينا يشاف السيف من هوله، ما دام الشعر مكتوب نقضي خلى اللي يصير يصير، ليا منا
انتهى الوقت. انا ماني بحب الكلمه اللي ما لها تفسير. ديار الخير يا اهل الخير مريوده ومدهوله. صح لسانك مشعل، صح لسانك محمد، اماكنكم اذا تكرمتوا. نستمع لراي اعضاء لجنه التحكيم. البدايه من عندك استاذ سلطان، تفضل. الله يعطيكم العافية. مشعل صنادي قد ذهب ستة، ومن ستة ما باقي غير نصيب الليل يا طب المعارك بانت فعولة. كان المعنى على الشعر الذهبي محمد يقول: ترى صاحبك ما يعتاض في سيف الذهب قصدير، لضاعت على الدنيا مكاسيبه ومحصوله. مشعل تراك صحيبنا الغالي ولك حشمه ولك تقدير، لكنك كيف تنزل في الدير والدار منزوله، يعني انها محكومه قبلك. انتبه يا محمد لرفيقك على البيت ذا. محمد يقول: ما دام الشعر نقض وفتل، خل اللي يصير اللي منا تقابلنا يشاف الحق من هو له. أزل الله أنكم كلكم شعار، بيض الله وجهكم. تفضل يا ابو تركي. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحه المحاوره جرت بين الشعرين من اجمل المحاورات. تجلت خبره الاخ مشعل العير في القاف، وتجلت شاعرية محمد الأكلبي في هذا القاف. صراحة أنه التركيبات وتلقيه للموضوع والأخذ والعطاء اللي صار في القاف يوحي بأنه شاعر متمكن، يوحي بأنه شاعر متمكن عنده القدرة على صياغة المحاورة، رغم أن القاف الأول كان مطول. سلام تسليم دين وسلم وحقوق ومواجيب البيت مطول في تركيبته، وإضافتك للبيت بهذه الطريقة توحي بأنك شاعر متمكن. تلقي الأخ مشعل للبيت بهذه الطريقة كذلك يوحي بأنه شاعر متمكن يمتلك خبرة الشاعر. فأنتم أبدعتم بهذه المحاورة، المحاورة التي جرت بينكم في كل الطرقين كانت مبدعة في بينكم رغم قصر نفسها، ولكنها أوحت بأنكم شعراء متمكنين. سوف نراكم إن شاء الله في مراحل متقدمة إن شاء الله. شكرا لكم. إذن شكرا لأعضاء لجنة التحكيم، شكرا للشعراء. بعد نهاية الجولة الثالثة نقف عند فاصل قصير ونرجع لكم.